سلطان عالم البرزخ وسيد عالم البرزخ الإمام الحسين، من علامات المحبين لسيد الشهداء ولصاحب الزمان روح فداء لتراب نعله، وهي أن يحددون لهم كل يوم وقتا لقراءة زيارة عاشوراء. فأنها سريعة الارتباط بسيد الشهداء. ويأتي وقتا آخر إن شاء الله أتكلم لكم وأذكر لكم شواهد وأذكر لكم قصص كثيرة كيف أنها سريعة الارتباط بسيد الشهداء، كيف أنها سريعة الارتباط بالإمام الحسين روحي له فداء، وعن تجربة. اقرأوا زيارة عاشوراء كل يوم وأهدوا ثوابها إلى ولي نعمتنا صاحب الزمان روحي له فداء ابن الزهراء. حتى لو كانت قراءتك مجرد لقلقة لسان، وحتى لو كانت رياء، أخذها مني وتهدي ثوابها لصاحب الزمان. صاحب الزمان ما يردها، يستقبلها منك زيارة عاشوراء، يستقبلها منك، فإنها زيارة العشق، فإنها زيارة أبي عبد الله روحي له فداء. لا تتركون زيارة عاشوراء، اقرأوها كل يوم. يوم من الأيام كنت جالس مع آية الله العابد الزاهد السيد محمد الخرساني، كنا نقرأ زيارة عاشوراء، فعندما أكملنا قراءة زيارة عاشوراء قال لي السيد سيد لطيف أنقل لك هذه القصة، أنت تحب القصص. قلت له سيدنا أسمع، ولكم في قصصهم عبرة. قال سيد لطيف كان يوجد عالم في النجف الأشرف من الفقهاء اسمه الشيخ جواد مشكور، اسمه الشيخ جواد مشكور من الفقهاء ومن العلماء، وكان مرجعا في زمانه لجميع الشيعة، لجميع الشيعة. يقول الشيخ جواد مشكور: يوم من الأيام رأيت ملك الموت في عالم الرؤيا، في عالم الرؤيا. يقول قلت له: من أين أتيت؟ يقول قال لي: أتيت من شيراز بعد أن قبضت روح الميرزا إبراهيم الشيرازي من علماء شيراز ومن فقهاء شيراز. يقول شيخ جواد مشكور: سألته قلت له: كيف حاله في عالم البرزخ، هذا العالم الذي يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيك من يصيح يا نفسي يا روحي. يقول قلت له: كيف حاله في عالم البرزخ؟ يقول الشيخ جواد مشكور: قال لي ملك الموت حاله من أفضل الحالات، وهو في حدائق البرزخ، ولقد اسمع، ولقد كلف الله 1000 ملك يطيعون أمره، 1000 ملك يطيعون أمره. يقول الشيخ جواد مشكور قلت له: بأي عمل من الأعمال وصل لهذه المنزلة، لهذه المرتبة؟ بمقامه العلمي، بتدريسه للطلبة، بعمامته، بلحيته، بصلاته الجماعة؟ قال لا، ولكن كان يقرأ كثيرا زيارة عاشوراء. بكثرة زيارة عاشوراء وبقراءته لزيارة عاشوراء وصل لهذه المرتبة، وصل لهذه المنزلة. كان الشيخ الميرزا إبراهيم الشيرازي إذا كان مريض يوصي ابنه أو بنته أو زوجته يقرؤون عنه نيابة زيارة عاشوراء، هكذا كان مهتم بالزيارة، هكذا. وأعطيكم سر من أسرار زيارة عاشوراء لقضاء الحوائج، وهي الختمة 40، 40 يوم تقرؤون كل يوم زيارة عاشوراء مع اللعن ومع السلام 100%. بعد قراءة زيارة عاشوراء تقرؤون مباشرة دعاء علقمة، سر من أسرار زيارة عاشوراء.